الله يرحم لكم الوالدين اللي وقف معانا كبير وصغير، الله يسهل عليكم. ورحنا ما تنعسوا لا ليل لا نهار ووالديها محروقين عليها، الله يسهل عليكم ودرتوا فينا خير كبير. وولاد الدرب عاونونا وكلشي الجيران عاونونا، الله يرحم الوالدين. الحمد لله تم العثور على زينب، جات للدار، جات لراسها يعني حطاتها قربتها للدار، كانت ملبسه لها واحد الزيف بيض ولبسات لها سورفيط حمراء يعني شراتهم لها واحد البوط، سمعتيني لي بوط، وجات وحطاتها قربتها للدار وقالت لها سيري حتى الحمد لله دخلت راسها زينب يعني. ودابا الامن قال لك راه عطروا على اللي شداتها راه شدوها، وكنتسناو دابا يعني داو زينب دابا حاليا البروميان باذن الله باش يشوفوا واش تعرف على الضحيه واش هي ولا ماشي، يعني تعرف على اللي خطفات. والحمد لله كنشكروا الامن الوطني وكنشكروا جميع الناس ولله الحمد. زينب رجعت لوالديها وهذا الشيء اللي بغينا الحمد لله. وقالت لك راه داتها لمراكش، من مراكش جامع الفنا، والعلم لله هاد الاقوال كيبقى الامن اللي عادي يعرفها. والحمد لله لجميع المغاربه اللي وقفوا معنا وساندونا بالبارطاج، وكنشكروهم كاملين، وشوف تيفي بالضروره اللي واقفين معنا من الاول حتى الاخر.